بلاش ما ترد على التليفون. لا ان شاء الله كاف رد ان شاء الله. الو هلا والله. لا زين زين الف مبروك الف مبروك امتياز بعد زين زين حلو حلو الله يوفقك ان شاء الله الله يوفقك. لا توني طالع من التحقيق مع بنتي امور طيبه ان شاء الله. اي لا الحمد لله الحمد لله كل شيء تمام وما في الا الحمد. اوكي اخلص انا واكلمك بعد. يلا مع السلامه مع السلامه. بكره موعدنا بالبيت يا ويلش اذا ما ياتي. وعليكم السلام. شلونك؟ زينة، أنت شلونك؟ تمام الحمد لله. اليوم قاعد بالبيت؟ لا بطلع بس قلت صوب معك شوي. شنو؟ قول لي. أقول لك بغيت أسألك. أسأل. واي ولي تحكش فيك. زين زين. بغيت أسألك عن العنود. إيش رأيك فيها؟ وش فيها العنود؟ وأي العنود؟ أي العنود؟ عنود الله يهداك فيك بنت عمي سعود. إيه زينة إيش فيها؟ أدري إنها زينة يعني أقول لك إيش رأيك فيها يعني تحسين إنها شايفة نفسها ولا عادي؟ لا مو شايفة نفسها بس هي البت ملامحها حادة فتحسها وايد جدية بس لما تقعد وياها وايد حبوبة. يعني ما تحسين إنها علشانها دكتورة وكذي وشايفة نفسها طالع الناس إنهم تحتها وكذي اللي قاعد يقوله غلط لأنها دكتورة عندها الحياة السريت سيدة هي جدية بدوامها وبرا دوامها فقط. صح كلامك صدقين هذا كنت أحسه بس كنت شاك شوي كنت أتأكد منك أنتوا بنات أخوة حق بعض. المهم تعال قل لي ليش قاعد تسأل كل هالأسئلة فانز ولا معجب؟
انا ايش خلاني اسالها؟ فتحت باب على نفسي ما راح يتسكر، انا ادري. المهم بمشي، انا عندي شغل، يلا باي. الله معك. تبين شيء؟ سلام. العنود قال العنود. شلون العنود؟ ذكرني وليد اليوم موعد جلسة التحقيق مع العنود. يا رب يا رب ينتهي الموضوع على خير. وقع منو كان على الباب يمه؟ اللي كان على الباب مندوب المحكمة يا يمه. ايش يبي مندوب المحكمة؟ يبي لنا أمر خلال البيت يا يمه، سواه عبد الرزاق. وين نروح؟ وين نروح يمه؟ وين نروح؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الرزاق. أنا ما سويت شيء. اللي سوى أبو راشد هو من سنين طويلة. وكل شيء مسجل عليه، ويا الوقت اللي يدفع فيه الثمن. انتوا ليش زعلانين؟ شوفوا يا سويره، انت تكذبين على الناس كلهم الا انا ما تقدرين تكذبين علي. انا ما طوفين على هالشيء، طول اليوم صاك عليك القرفه. ايش عندك؟ شو تسوين؟ وليد ما فيني شيء. الله يخليك لا تضغط علي اكثر من شيء. شوفي عاد، بتحت شير ولا اتصرف معك تصرف ثاني؟ خلاص بوليد، انا راح اقول لك، بس ارجوك لا تزعل مني. قولي. لما رحنا المزرعه وشفت فاطمه وندى كل من يتباهى بعيالها الا انا، وايد حز بخاطري وزعلت على نفسي. علشان شي قلت خليني ازور ابوي، يمكن الضيقه تروح من صدري. بس شفت الصديقه قاعد تزيد وتكبر بصدري، ما ادري شنو اسوي. الله يهداك، بس خليتيني اعصب عليك على الفاضي. هالكلام خلصنا منه وانتهينا. ما عشان شي ما بغيت اقول لك، بس انت اللي اصريت. خلاص خلاص، تعوذي من الشيطان وغسل وجهك ولحقيني على العشاء. خلاص روح وانا الحقي. لا تتاخرين. انا لازم اسيطر على مشاعري، ولا بنكشف وبتصير مصيبة أكبر من اللي أنا فيها. هلا يبا. هلا يبا. ها امكم وينها؟ امي فوق بدارها. ما تبي تتغدى شنو؟ لا قالت ما تبي. ما تبي. ها.
ماني عارفه اتصرف، ما ادري شنو اسوي. كل يوم عن يوم المشاكل بين امي وابوي تزيد، ماني عارفه اقربهم من بعض. انا كل خوفي بس يروح يتزوج عليها. ايش فيك بتقول شيء؟ لا لا ما بقول شيء. يا بنت الحلال ما يصير كذي. المشاكل اللي بيني يعرفونها العيال وهذا الشيء راح يأثر عليهم. انت انسانة عاقلة ومربية اجيال، اللي قاعد تسوينه غلط. الكلام هذا وفر حق عمرك. انت فاهم وياش ضايق. الظاهر احنا اللي وصلنا حق طريق مسدود، ماني عارفه شنو اخرتها معاك يا سعود. يا عبد الرزاق يا ابو ساره افتح الباب، يا ابو ساره وادري انك داخل البيت، افتح الباب علشان اكسره فوق راسك. افتح افتح يا حقير يا نذل، تبي تبيعني البيت يا نذل؟ تبي تنوم لي انا امي بالشارع؟ بسيطه يا ابو ساره بسيطه. هذا فعلا ناوي يذبحني، شنو اللي سويته انا؟ حسبي الله ونعم الوكيل باللي كان السبب. حسبي الله. أنا بعرف أنت شلون قاعد تشوفين الأمور. تشوفيني أنا اللي غلط وأبوك اللي صح. يا ناس رحموا شوي. رحموا. يما أنت فهمتيني غلط، أنا مو قصدي كذي. أنا قصدي يعني تغيرين أسلوبك مع أبوي شوية. تلينين الأمور عشان تتضبط العلاقة بينكم. وأنت شايفتني قاعد أسوي. نحلو بدارك أنا فنيت عمري كله بخدمتها وخدمتكم. والحين جاية تقولي لي حسن علاقتك معها؟ انتي وحدة ما ينشرح عليك، ليش انك طالعة على ابوك في كل شيء؟ حتى لو كان ابوك غلط 100%. يما حبيبتي بس ما ابي اسمع منك ولا كلمة. سمعيني عدل، مني ورايح ما ابي ولا واحد فيكم يتدخل بيني وبين ابوك، فهمتي؟ وحين الفت طلع برا برا. شرك لك البشارة يا ابو وليد. عامر، قضية عنود انتهت، قبضنا على 2 من المتهمين واعترفوا.
زين الله يبشرك بالخير. إيه هذه الأخبار الحلوة. إذا كذي عشاكم عندي اليوم. خلاص. أوكي تم. خلنا أبلغ العنود وأبشرها بالبشارة هذه. يلا مع السلامة. فما الله يبا. الحمد لله. إيش فيني ضايق خلقك؟ لا والله إيش فيني ضايق خلقي؟ أكيد بيضايق خلقي. كل ما قعدت معاك طلعت لك سالفة. يا عمر يا حبيبتي عادي، ترى أمور الحياة هذه عادي، ما في مشكلة. يعني فوق إني كل اليوم بروحي وما أشوفك وما حضرت الرسالة بعد تقولي أمور حياة؟ يا دلول يا بعد عمري يا بعد شبدي أنت، فهميني يعني. أنت هديتينا ريال متزوج، عندي عائلة عندي أسرة، لازم أقوم بواجباتي. حد لا تضيقي خلقي اليوم. أعطيني تفاحة. هاك. فهد؟ فهد اللي سوى كل هالمصيبة؟ عموما يا دكتورة، ما حدش كان يتخيل إن الدكتور فهد بالعقلية الشريرة دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. صحيح هو دلوقتي هربان، لكن أكيد الشرطة هتقبض عليه. المهم يا ستي ألف مبروك على براءتك، وتقدري من بكرة الصبح إن شاء الله ترجعي دوامك. وأحب أبلغك كمان إن تم إلغاء قرار إيقافك عن العمل. وكمان يا ستي المدة اللي أنت وقفتيها عن العمل محسوبة لك دوام. مشكور يا دكتور. الله يخليك ستي. مع السلامة، أشوف وشك على خير. مع السلامة دكتور. أصدقين ما توقعت أستاذة مريم بهالطيبة؟ انتي مصدقش خلود؟ لا تشوفين اعمال الخيريه اللي قاعد تسويهم هالمره، قاعد قطب الملايين على الاعمال الخيريه، هذا واحد منهم اي اللي احنا ما ندري عنه ايش قاعد تسوي. شوف التحول ها. الو، هلا استاذ سهر، هلا فيك. الحمد لله زينة. إيه لا طبعا طبعا، اليوم على موعدنا الليلة إن شاء الله. أكيد. حياك الله. باي. ها كنت استغنيتي عني هالمرة؟ لا يا حياتي أنا ما أقدر أستغني عنك، بس بالذات هذه جريمة ما بيك معي فيها. وش معنى هذا بالذات؟ لأن هذا وايد حقير وسافل، يبي له تربية صح، وإذا كنتي انتي قدامي ما راح أقدر أمثل، بضحك وبتفضحيني. شمس ديري بالك متهورين. لا تحاتين. وبعدين أنا عهد مو شمس. عهد اللي تخوف ما تخاف. خلينا ربي اليوم شوية. هلا يبا. هلا، مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ الحمد لله بخير. ألف مبروك يا بنيتي اللي الله نجاك من هذا اللي اسمه فهد. الحمد لله يبا، هذا فضل دعاك أنت وأمي. الله يحفظك يا رب. قلتي حق أمك إن عازمين بيت عمك؟ يبا قلت لها. كالعادة، ما تبي تقابلهم عدل؟ ما أدري. يصير خير إن شاء الله. أخوك وينه؟ يبا بعدتنا كان طرشت السوق يجيب هدية حق وليد، قلت يعني أقدم له شيء عشان وقفته معاي. إيه زين تسوين، حاد حاد تربية السنعة، هاي بنتي اللي أعرفها أنا، كفو يا بنيتي. إيه يبا بس أبي طلب، أبيك أنت تقدم له الهدية. لا يا بنيتي ما يصير، أنت صاحبة العلاقة، أنت مفروض تعطينا وتشكرينا. أقول خلو حق أمك هذه لا تفضحنا. يلا يبا أبي طلب ثاني. ترى زادت طلباتك. صغير. إيش كبره؟ هالكبر؟ إذا صغير يلا قولي. بابك تخف على أمي شوي. هذا صغير هالكبر؟ هذا طرف هالكبرة. إن شاء الله حاضر عشان هالخشم هذا. وينها؟ أم مشعل، ما تبين تسمي ضيوفك ولا شنو؟
شوفي عاد مشاكلنا طلعت حق العيال قلت ما يخالف، لكن مشاكلنا تطلع برا البيت وتوصل حق اخوي وهلا هذا الشيء اللي انا ما اسمح فيه. سمعيني يا ندى، اذا ما استقبلتي ضيوفك لا تلوميني باللي راح اسويه، فهمتي؟ سمعت سمعت، صب شاي اول، صب شاي، صب شاي حق ابوك. اقول لك البنات كله يحنون علي، يبون يطلعون يروحون مجمع يروحون السينما، يبون يستانسون، يبون يشترون اغراض وتكون انت معانا. قول لهم انت ومو كله تحنون علي تقولهم. اي صح، خلنا نطلع بشوي نغير، غير جو حق بنان بعد. اي ابو تكفى، خلنا نطلع كلنا وناخذ معنا خالتي ساره بعد. اكيد بكون معاكم على شنو؟ وانت شاكو شاكو معانا هاللقافه هذا اللي فيك، ليش انت ما توزين؟ كل شيء تحطين عصك بشيء ما يخصك، قلنا جمعه عائليه انا والبنات وهو، انت شاكو حبيبتي نفس ما انت زوجته حتى انا زوجته. انت زوجته هني في البيت، برا لا، قلت بروحنا نطلع ولا كل شيء حاطه عصك. يا سلام. بس بس يلا عاد بس شب انت وهي، لكن انا سايق ابوكم اوديكم واجيبكم. احمد ما يصير كذي، كل ما بتحكي بس بس ولا كلمه. مساء الخير يبا. هلا يبا، ها وين رايحه؟ يبا عندي مشوار صغير كلفتني فيه مريم، اقدر اروح؟ اي روحي حبيبتي بس لا تاخرين، وبعد الله شبيت عمك. ها حاضر ان شاء الله. يبا تمر على شيء؟ سلامة عمرك. يما بنات تمرون على شيء؟ لا يا بنات عمري، خلي بالك من الدرب. انا ذاكم يا حليلها. اقول لك يا احمد ولي يسلمك، ابيك تكلم مريم تقول لها يعني ما يصير شيء تضغط البنت كلها مشاوير تروح هي تعالي، شنو ندري وين مسويتها. انت شكو، انت شكو، ليش هاللقافه؟ انا ومريم متفاهمين، وبعدين انا مستانس بنتي تروح وتي احسن لها من قعدتها حابسه نفسها بالغرفه. انا لا شفت بنتي مرتاحه، انا ارتاح، هاللقافه ليش؟ ايش حقها ملقوفه؟ احمد ما يصير كل ما تحكي بس عاد بس هاللقافه. اي والله ملقوفه. وانت اوقف منها، انت من عتاك شب. اوكي حف يا حريم، تقول لها دياي بقفص، انت صبي لي شاي. تفضل. يبا القلب يعني شوية منكم. بسم الله عليك يا بعد عمري، بسم الله عليك. بس لا نعم سلطان. سلطان أرجوك لا تقعد تتصل علي كل شوي. لا بس حبيت أذكرك بالموضوع اللي بيننا. ما نسيت، بس ممكن تعطيني فرصة أدبر نفسي؟ هين يا سارة هين، أنا راويج. حيا الله منيانه، زارتنا مبركه. يبارك بعمرك ويخليك، انت شخبارك شلونك؟ نعم تمام الحمد لله. الحمد لله. انت شلون صحتك؟ انا شوي القلب لك عليه شوي. لا ما فيك الا العافيه. الله يعافيك، ما اخذ ثنتين اكيد يجيني القلب. واللي اخذ ثنتين يلعب على القلب كذي؟ جرب وشوف. شلون الدراسه معك شايع؟ الحمد لله عمي تمام، لا تحاتي لعبتي هذه. كفو كفو والله.
وليد تفضل. شنو هذه؟ هدية. ليش عمي؟ تستاهل هدية، لا ترد بتعمك، الشيء اللي سويته تستاهل، خذ الهدية يلا. بس يا عمي انا ما سويت شيء. تقول له يا احمد، تقول له يبا ياخذ الهدية لا يفشل بها. وليدي واعرفه يستحي. خذ الهدية يبا خذها، لا تستحي. تستاهل تستاهل. سمع عاد اسمع، رد الهدية هديتين عاد تصير أحسن منها. حاضر. كفو بهدي والله وليدي وأعرفك. أقول سعود، صدق هالأيام تجيني أفكار عجيبة غريبة. مثل شنو؟ أنت مرة سمعت من أمي ولا أبوي عندهم عيال قبلنا ولا بعدنا؟ لا ما سمعت، أول مرة سمعت كذي أنا. إيش هالهواجيز هذي قاعد تفكر فيها أنت؟ أكيد أكيد أكيد. أقول لك ها، شو هالحكي هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يشيل هالأفكار. حسبي الله عليك يا عبد الرزاق. يا ويلة من الله، وين بيروح من رب العالمين؟ أنا مو همني تسليم البيت، أنا همني ولدي راشد ين وقعد إلا يبي يذبح عبد الرزاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنزين يا مراشد، إيش راح تسوين الحين؟ والله ناس من جماعتنا وفر لنا سكن، نبي نروح نسكن فيه. والله أنا اللي ما أدري إيش راح أسوي يا مراشد. الظاهر ما لي نصيب أشوف بنيتي، ما كل أرجع ديرتي. لا تقولين كذي مسارة، وين بنروح أنت ويانا؟ الله يخليك يعطيك العافية يا مراشد، وينصرك على من يعاديك. شيخة شيخة شيخة، لا توكلين بنت كيك في الليل. أبروح أضروسها مسوسة وحالتها حالة. كان خاطرها يا ابنة قطعة صغيرة. شيخة أقول شمس وينها ما جت؟ كانت تبتي بس إنه صار عندها شي شغل وكلت مرة ثانية إن شاء الله. يلا ما عليك، ياياتك أكثر إن شاء الله. أقول ندى، إيش فيك هسه ما شر؟ سولفي تحجي، شكلك ضايق خلقك. ما فيني شي. أقول والله تحجي، خلي فضفضي، خلي عارفة إيش فيك. ما أقول لك خير، صدقيني إذا فيني شيء بقول لك. وي كل هذا وما فيك شيء؟ عايل لو فيك إيش بتسوين؟ شوفي وجهك مقلوب وحالتك حالة. غصب غصب بتخلين في لها مصيبة؟ يحبك للسوالف قطاع. قطاع تقطعك إن شاء الله. أنا بس بعرف أنت ليش تحطين قصتك بشيء ما يخصك؟ أنا كلمتك، وجهت لك سؤال، تكلمت معاك، عطيتك وجه من الأساس أنا، أنت ليش ملقوفة؟ صدق حي وما تستحين على وجهك، بس أشرها مو عليك، أشرها علي، أنا اللي جبتك معاي، صدق ما تستحين. خلاص خلاص خالتي إيش فيك؟ أمي وأبوي اليومين اللي طافوا لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار، مع الأزمة اللي كانت معاي، ما علي أزمة وعدت، مو صاير شيء. اي والله يا العنود، صراحة الله يلوم اللي يلومهم، المصيبة ما كانت هينة، عدت على خير. يلا يا كريم، يلا يا كريم يا اللي في بالي، إن شاء الله تطلعين وتدوس تشاحنة وتبنشر فوقك. داي داي، ترد ترد حق صاحبها وشوفك بمواقف واضحك عليك. أقول شب 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 شب. عالجت الكثيرين بفضل الله من أمراضهم ولم أنتبه لمرضي، ومن بين الكثيرين كنت أنت الوحيد الذي عالجتني. شكرا.
حبيبتي لا تحاتيني من يوم ورايح، عارفة أتصرف. قلت له بروح أعدل مكياجي ويايتك، تلقينا الصيدة لحين ناظرني. أنتي ما تخافين على نفسك؟ ما تخافين يشتكي عليك؟ لا والله صدق حلفي، بس خلص صدقك قاعد تقولين هالحكي لأن أنتي هالمرة مو معي ولا شنو موضوعك. لا تحاتين حبيبتي، ما ينخاف علي. بعدين خلي أقول لك شغلة خلود، ترى الخطر دار مدارنا، إن كان بالعملية هذه أو العملية اللي قبلها، خيكون بعلمك بس. ما أدري إيش أقول لك، بس يعني لا بس ولا غيره. لو سمحتي خلود، هدفي الحين إني أحرق قلب كل ريال أشوفه بحياتي، ما يهمني هو زين ولا شيء. مع السلامة. تفضل تفضل. أخوي ماجد، حياك الله. حييك. أنا اليوم جايك مو صفتي أخوك ولا صاحبك، جايك مريض. مريض؟ خير إيش فيك؟ هو صد مرضي أنت مالك شغل فيه ومتخصصك، بس ما عندي مشكلة أعتبرك طبيب نفسي. خرعتني، خير إيش صاير؟ لا تشبدي، زهقت من حياتي. أعوذ بالله، أذكر الله، أنت إنسان مؤمن، شو الخرابيط اللي قاعد تقولها؟ أخي من عذاب الله، بس لما أقعد بيني وبين نفسي وأشوف حياتي ما حققت ولا شيء، ما عندي هدف، ما أنجزت ولا شيء، حتى بالزواج ما تزوجت اللي أحبها، ولا أنا قادر أحب اللي متزوجها. من ناحية الشغل أنت شايف، أبوي يوم يحطني مدير، يوم مندوب، شيء غريب. حتى الحلم إن أنا أشتري بيت جديد وكبير راح. اكتشفت إن أبوي راهن البيت وداش الأسهم، وأنت تدري شنو الأسهم. إيش البيت مو مسجل باسمك؟ باسم أبوي، بس أنا مسدد قيمته. ما أتوقع أن أبوك بياكل حلالك. لا أبوي ما يسويها، بس شايف وضع المادي شلون، وحالتك المالة قاعدة تدهور. تدري شنو سبب المشاكل اللي أنت فيها واليأس اللي أنت فيه؟ شمس، أنت اللي حطيت هالبنت محور بحياتك وتتصرف على أساسه من يوم أنك صغير، وما تفكر إلا بحبها. ما فكرت بدراستك وتعليمك، ولا فكرت بمشروع تستغل فيه عن أبوك، وصار حلمك وهدفك كله شمس. وراحت الأيام والسنين وانت ما سويت شيء نفس ما أنت عليه. نصيحة مني يا أخوي، لا تخرب حياتك أكثر من كذي. باقي إلا أبو ماجد، وأبو ماجد نهاية تقربت راح يطيح طيحة ما راح يقوم منها إلا إذا ساعد فاضل. فاضل هذا أخو ماجد بالرضاعه، والله منعم عليه. إذا قدرنا نشيل فاضل من طريقنا راح يتم أبو ماجد بروحه. إيه نعم، مع السلامة.